كيما نقولوا الارشيتكت نتاع البني والرئيس نتاع الماكينه وقتها مع بعضهم حيجه جايبهم مع بعضهم. إيه صار المحل هو كان نتاع اليهودي وزاد هذيك الماكينه هذيك نتاع اليهودي مش شنو؟ خاتي الماتريال يعني اليهودي ولا جاب الماتريال وبناها وعمل ايوه معناها احنا نشري المكان والماتريال كذا مبنيه حاضره ايوه مش كذا مبنيه وخادمه من سنين لا مش في بالي شري الماتريال يعني وحطه ما عمل حتى شيء لا بنيه ولا ايوه اليهودي قبل كانوا عندهم الزيتون هي العائله كانت اليهود العائله هذيك نتاع خل حسن وتاع بتاعنا هذيك كل كانت اليهود ايوه الحقيقة من حنين كشراها خل حسن مخذية طرف وبابا خذية طرف وبابا مخالط اليهود ويجي كما يقول بابا يفرح عليه صحايبو صحايبو هو زاد كان الماكينه كانوا مش باعوها لحنين يا عبد الله وباعوها وتوزلت لحنين يا عبد الله من ردوا اشتر البابا بعد شطاره اشتر لحنين يا عبد الله واشتر البابا بل لحنين يا عبد الله هو اللي سول وجول واليهود لشكون يجيو للحاكم وحنين يا عبد الله خليفه في الجم وشيخ بريك وشيخ في البلاد من الحكومة عند دار حنيني اليهودي شكون يجيو للكابو صحيح السلطه